بسم الله الرحمن الرحيم، مع بعض في MATH Math 3110 or Pre-Calculus. مع بعض النهارده في سيكشن 4.2. سيكشن 4.2 بيتكلم عن موضوع ظريف جدا وجميل قوي قوي قوي، اللي هو الاكسبوننشال فانكشن. الاكسبوننشال فانكشن معناها ان الاكس هتكون في الباور. قبل كده كنا الاكس بتكون في البيز، يعني لازم اميز بين اما اقول اكس باور 2 دي كده كوادراتيك فانكشن. طب لو قلنا 2 باور اكس، هنا بقى الاكس فين؟ في الباور. فلما تكون الاكس في الباور بتبقى اكسبوننشال فانكشن. مش كده بس، اي فانكشن اف اوف اكس على الصوره بي باور اكس بتبقى اكسبوننشال فانكشن، بس بشروط. ايه هي الشروط؟ ما اقدرش اقول عليها exponential function in general. لازم تتحقق شروط مهمه. نمبر 1، لازم البي تكون real number بي وتكون موجبه، يعني ما ينفعش البي تكون سلبه، ناقص واحد ناقص اثنين ناقص نص ممنوع. لازم البي تكون موجبه. طب موجبه كده؟ لا، ما عدا الواحد. يعني البي موجبه، ها، والبي لا تساوي واحد. دول الشرطين. وبعد كده الاكس تاخد اي ريال نمبر. اوكي، الاكس تاخد اي ريال نمبر. هنبتدي نشوف حاجه مهمه قوي. البي موجبه، طب ما ممكن تبقى البي في الفتره من صفر لواحد. يعني بص، البي موجبه، يعني بص حدود البي ماشيه ازاي. ادي الزيرو اهو، ادي الزيرو، بعد الزيرو وما تجيش ناحيه الواحد وتمشي، دي قيم البي. شايفين ازاي؟ البي في الحته دي بتخلي الفانكشن ليها منظر. يعني البي ممكن تبقى من 0 ل 1، ممكن. يعني ممكن البي تكون من 0 ل 1، وممكن البي تبقى اكبر من 1. هنا الفانكشن هيبقى ليها منظر وهنا ليها منظر، هنشوفها في الامثله ونتكلم عنها. ماشي يا ابطال؟ طيب بصفه عامه، الفانكشن بي اس اكس بالشروط اللي احنا قلناها بتبقى 1 تو 1، بتبقى 1 تو 1. لو جينا رسمناها بتبقى عامله كده، لو بي اكبر من واحد مثلا خدناها احنا في ثانوي اصلا، تبقى عامله كده، تبقى متزايده. خلاص؟ ما بتبقاش نيجاتيف، يعني هنا في حاله البي اكبر هتبقى متزايده. لو البي اقل من واحد، يعني هنا كده البي اكبر من واحد. لو البي اقل من واحد بيبقى منظرها عامل كده. تبقى العكس، تبقى كده. خلاص؟ ماشي؟ هنشوفها في الامثله. ماشي يا ابطال؟ الخط ده بنسميه اسمبتوت لاين. في الوضع ده لما تكون بي اكبر واحد، لما اكس تروح لما لا نهايه هي بتروح لما لا نهايه، لما الاكس تروح لسالب ما لا نهايه بتروح هي للزيرو، تقرب من الزيرو. هنا العكس، لما هنا البي، لما تكون هنا البي اقل من الواحد واكبر من الزيرو متناقصه، تبقى هنا ديكريزنج، هنا بتبقى انكريزنج. هنا لما الاكس تروح لما لا نهايه الفانكشن تروح للزيرو. ماشي؟ ولما الاكس تروح لناقص ما لا نهايه هي بتروح للايه؟ للما لا نهايه. تبقى عامله عكسيه، واحده انكريزنج واحده ديكريزنج. يعني المهم عندي هنا، المهم عندي هنا، وطبعا ده هنشوفه في الامثله، يعني ما تقلقوش من الكلام النظري ده، لان الكلام ده كله هيبان في الامثله اسهل. فيعني الكلام النظري دايما يبقى مقلق شويه. يعني انا عايز اعرف ان لو كانت البي اكبر من الواحد هيبقى منظر الكيرف كده متزايده. خلاص؟ وده اسمبتوت لاين، لما الاكس تروح لسالب النهايه بينزل يقرب من الزيرو. طب لو كانت البي اقل من الواحد واكبر من الصفر هيبقى المنظر عكس دي، تبقى كده اهو. خلاص؟ يبقى هنا هيبقى برضه ده اسمبتوت لاين، اللي هو محور اكس. اسمبتوت لاين بتبقى ديكريزنج لو البي اقل من الواحد، نص، ربع، ثلاث ارباع، كل الكلام ده. طب تعالوا نشوف مع بعض الاسئله بتيجي ازاي. عندي ثلاث امثله مهمين. طبعا هنا في الاول عرفنا الاكسبوننشال فانكشن، ودلوقتي هنبتدي نشوف امثله بتيجي ازاي. الحته اللي في الاول اللي انا ملخص اللي قلته ده اهو موجود هنا، ان الاكسبوننشال فانكشن اف اوف اكس تساوي بي اوس اكس. بعض الكتب بتسميها اي اوس اكس، ماشي مش غلط. ماشي؟ البي اكبر من الزيرو، ما بتكونش بزيرو، بي موجبه ومش بواحد. البي موجبه ومش بواحد، والاكس اي للنمبر. طبعا لاحظوا معايا الدومين هو ار، الرينج الار بوزيتيف. طيب هنشوف الكلام ده كويس. مسألة
بيقول لي ايفالويت اف اوف اكس بيساوي 3 اس اكس عند اكس ب 2 وعند اكس بناقص 4 وعند اكس ب 4. يعني الامر بسيط جدا اهو. يلا بينا. يعني عايزين نجيب اف اوف 2 مثلا اهي. اف اوف 2 اف اوف 2 يعني كام؟ 3 باور 2 يعني 9. طيب حلو قوي. عايزين نجيب اف اوف ناقص 4 يبقى 3 اس ناقص 4 يعني اف اوف 2 مثلا يبقى 3 اس 2. طب لو قال لك اف اوف 1 هيبقى 3 اس 1. اف اوف 0 3 اس 0 وهكذا. عمليه بسيطه جدا. يعني مش لازم انا اقف على هو اي. يعني انا لازم افكر. طب لو هو غير السؤال وقال لي هات لي اف اوف اف اوف 0 ها هعمل ايه؟ هقول له لا ما خدتهاش. مش معقول. ماشي يا ابطال. يعني لو قال لك هات لي اف اوف 0 في نفس المساله دي. لو قال لك اف اوف 0 ها هتبقى 3 اس 0 1. طب لو قال لك هات لي اف اوف ناقص 1 هتقول له ما خدتهاش. انت في المثال قلت لي كده؟ لا. لو قال لك اف اوف ناقص 1 هتبقى 3 اس ناقص 1 تبقى 1 على 3 اس 1 ثلث وهكذا. هنا قال لك اف اوف 2. طب افرض قال لك هات لي اف اوف 3 مثلا. هتقول لا ما خدتهاش؟ لا عادي. هتقول له 3 باور 3 27. هو هنا قال لك هات 3 اس 2. طب 3 اس ناقص 4 اهي تبقى اف اوف ماينس 4 3 اس ناقص 4 هتبقى 1 على 3 اس 4 هتبقى 3 اس 4 يعني كام؟ 3 في 3 في 3 4 مرات تبقى 81. هتبقى 1 على 81 وهكذا. 3 اس باي هنا باي بقول لك هات عند اكس باي هتبقى هنا اف اوف باي هتساوي 3 باور باي. عايز تسيبها له كده سيبها. عايز تحسبها بالكالكوليتر اهي هتروح للكالكوليتر هتقول له 3 اهي هتقول له 3 باور باي اهي 3 باور باي تساوي هتطلع 31 بوينت مش عارف كام بس 3 باور باي هتساوي 31 باور 5 31.54. يعني العمليه بسيطه جدا. اوكي خلاص كده. طيب تعالوا معايا نشوف بيقول لي ايه. بيقول لي جراف الفانكشن دي. ماشي يا ابطال اعمل لي جراف للفانكشن دي. عايزين نعمل لها جراف ودي سهله جدا جدا جدا. هناخد قيم موجبه وقيم سالبه وهنعملها بالكالكوليتر وتترسم عاديه نعملها جدول بسيط جدا وهايفه خالص. نمسح الحته دي عشان نستفيد بالحته دي المنطقه دي نستفيد منها بالمنطقه دي كده اهي ونرسم ونوضح فيها كل حاجه. موضوع بسيط جدا وسهل قوي 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 الاكسبوننشال فانكشن. نشوف مع بعض ازاي نعملها جراف. يعني انا عايز اخد شويه قيم موجبه وشويه قيم سالبه. يعني هاخد مثلا ادي الجدول بتاعي هاخد 0 هاخد 1 هاخد 2 هاخد هنا ماينس 1 وهنا ماينس 2 فايقه. طيب يلا بينا عايزين نقول اف اوف 0 ها اف اوف 0 هتساوي 3 على 4 اس 0 بس. اي حاجه اس 0 هتبقى 1. طيب هنقول اف اوف 1 يبقى 3 على 4 اس 1 3 ارباع اس 1 يعني 3 ارباع. 3 ارباع يعني كام؟ 0.75 بس. هتبقى هنا 0.75. طيب اس 2 ها اف اوف 2 هيبقى 3 على 4 اس 2 اهي خلاص؟ ادي اس 2 يلا هتبقى 9 على 16 هتبقى 9 على 16 اهي 9 على 16 اقوم جاي رايح للكالكوليتر اهو الاله الحاسبه كالكوليتر واقول له 9 تقسيم 16 هتساوي كام؟ هيقول لي 0.56 بس يعني تقريبا 0.6 0.56 اهي 0.56 2.5 ماشي 2.5 خلاص اس ناقص 1 اف اوف اس ناقص 1 يعني 3 ارباع
هي تلات ارباع اس ناقص واحد، الناقص واحد يقلب دو تبقى 4 على 3. 4 على 3 يعني مقلوب الرقم ده، ده تلات ارباع مقلوبه، هتقلب الرقم ده بس هتقلبه، يعني واحد على اهو، واحد على ماشي بوينت 75 ماشي، واحد تقسيم بوينت 75 هتبقى كام؟ 1.33 اهو، 1.33 وهكذا، ده هيبقى مقلوب ده بس، يعني اللي هنا يبقى مقلوب ده اهو، لان اس ناقص 2 الناقص تقلب، يعني انت عايز تقول اف اوف ناقص 2 ها هتبقى 3 على 4 اس ناقص 2، هي دي بس تقلبها تبقى 4 على 3 اس 2، الناقص تقلب اللي جوه، الناقص دي تقلب اللي جوه، 4 على 3، 4 على 3 اس 2 معناها كده، يعني معناه مقلوب الرقم ده، يلا اقلب الرقم ده، يعني 1 تقسيم 1.5625 يساوي 1.77، يعني 1.78، يعني قول 1.8 تقريبا، بس خلاص ادي اكس وادي اف اوف اكس، خلاص يلا بينا نرسم، شفتوا سهلة؟ الدنيا سهلة جدا جدا جدا، شفتوا سهلة ازاي؟ بس امسح بقى دول وهنرسم، لاحظوا البي هنا، البي هنا تلات ارباع، اقل من الواحد ولا اكبر من الواحد؟ اقل من الواحد، يبقى اتوقع انها تبقى، بصوا معايا احنا اتفقنا اتفاق، لو البي اكبر من الواحد بتبقى الكيرف عامل ازاي؟ كده انكريزنج، وقلنا لو البي اقل من الواحد واكبر من الزيرو هيبقى الكيرف عامل ازاي؟ ها؟ هيبقى الكيرف جاي كده، يبقى انا اتوقع زي دي، لان البي هنا بكام؟ البي تلات ارباع اقل من الواحد، صح؟ يلا بينا، يبقى احنا قبل ما نرسم عندنا توجه لصوره الكيرف هيكون شكله ازاي؟ يعني الكيرف هيكون منظره عامل ازاي؟ لازم انا اشغل مخي، اه هنا البي اقل من الواحد، كون البي اقل من الواحد يبقى دي معناها ايه؟ لما تكون البي اقل من الواحد ماذا تعني؟ لازم افكر، اه البي اقل من الواحد هيبقى كيرف ديكريزنج، هيبقى نازل كده. لو بي اكبر من واحد هتبقى متزايده كده. لكن هنا هتبقى نازله كده. ماشي يا ابطال؟ اوكي يلا بينا نرسم الكيرف. طبعا احنا بنرسم شكل تقريبي للكيرف سكتشنج، يعني اسمه كيرف سكتشنج، يعني انت بتعمل سكتش بس تبقى عارف شكله ماشي ازاي. اوكي اه كيرف شكله عامل ازاي؟ بالقيمه التخريبيه طبعا، لان احنا ايه؟ الارقام مش دقيقه يعني، يعني ما فيش اكزاكت فاليوز قوي، كلها قيم تقريبيه. طيب تعالى نشوف مع بعض هنرسمها ازاي. ادي الرسمه بتاعتي اهي اهي، خلاص عندي الزيرو واحد، ادي الزيرو اهو واحد، عندي الواحد تلات ارباع، تلات ارباع يعني بعد النص بشويه اه كده، عندي الاثنين نص وهكذا اهو، بص هنا. طب عندي الناقص واحد، واحد وشوية، ادي واحد وشوية، واحد وثلث يعني حاجة شوية، واحد وشوية. عندي ناقص اثنين، واحد قربنا على الاثنين، ناقص اثنين، ادي ناقص اثنين، هنا واحد قبل الاثنين بشوية. يعني هلاحظ بقى ان الكيرف ايه؟ اهو جاي كده. فهمت الفكرة؟ يبقى اهو الكيرف جاي ازاي؟ اهو. يبقى الكيرف جاي اهو. زي ما اتفقنا جاي كده ديكريزنج فانكشن، خلاص العمليه سهله جدا جدا جدا. اوكي يلا نشوف مع بعض اخر مساله او اخر مثال، ده كده اكزامبل 2، اكزامبل 3 هو عن 2 باور اكس، عايزين نشوفها شكلها ازاي، ومنها عايزين نجيب 2 باور اكس ناقص 3 و 2 باور اكس ماينس 3 از ا باور، يعني شوفوا الفرق بين الاثنين دول. يلا مسألة جميلة جدا، اكزامبل 3 آخر اكزامبل في هذا السكشن، ما زي ما انتم شايفين سكشن فيري ايزي، سهل جدا جدا جدا. طب عايزين نرسم 2 اس اكس ومنها نستنتج الكيرفين دول. يلا ده بقى جميلة، مسألة حلوة وجات في امتحانات قبل كده كتير. يعني طالب مني ان انا اكزامبل 3 بيقول لي اكس بلين، اشرح
اكزامبل 3 نقرا مع بعض كويس نشوف هو عايز ايه. بيقول اكسبلين هاو تو يوز كيف تستخدم الجراف اوف اف اوف اكس اللي هو عباره عن مين؟ اف اوف اكس اللي هو عباره عن 2 اس اكس ازاي تستخدمه الجزء ايه عشان توصل للفانكشن كابيتال اف اوف اكس اللي هي بتساوي 2 اس اكس ناقص 3. الجزء بي هاو تو يوز ذيس جراف تو درو جي اوف اكس اللي هي بتساوي 2 باور اكس ناقص 3 يعني الباور كلها اكس ناقص 3. جميله جدا ازاي تفهم الترانسليشن اوف ذا تو فيكتورز اوف ذا تو فانكشنز. اوكي ازاي تعرف الترانسليشنز ماشيه ازاي؟ موضوع سهل قوي. يلا بينا هنرسم 2 اس اكس 2 اس اكس. يلا بينا ناخد الجدول ده ادي 0 ادي 1 ادي 2 ادي 3. طب خد ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 ادي اكس ويلا ناخد قيم اف اوف اكس. يلا رسمتها سهله وجميله جدا جدا جدا. يلا بينا. طيب اف اوف 0 اف اوف 0 يعني 2 اس 0. طب 2 اس 0 يعني 1 يعني هنا 1. طيب اف اوف 1 هيبقى 2 اس 1 تبقى 2 يبقى هنا 2. طب عايزين نجيب اف اوف 2 اهو اف اوف 2 هتبقى 2 اس 2 يعني 4 2 في 2 تبقى هنا 4. طيب عايزين نجيب بقى مين؟ ها اف اوف 3 يعني ايه اف اوف 3؟ يعني 2 باور 3 يعني 2 في 2 في 2 ثلاث مرات 2 في 2 في 2. طب 2 في 2 ب 4 في 2 ب 8 يبقى 8 يبقى هنا 8. دول بقى هيبقوا مقلوبات 2 تبقى نص 4 تبقى ربع 8 تبقى تم. يعني شوف بقى ازاي وادي اف اوف اكس ويلا بينا نرسم. وزي ما احنا عارفين هنا 2 باور اكس نقول لك اكزامبل 3 اقرا كويس السؤال اكسبلين هاو تو يوز الجراف بتاع 2 اس اكس عشان ترسم 2 اس اكس هي هي بس ماينس 3. طيب يلا بينا نرسم الجراف بقى بدقه بتاع 2 باور اكس. طبعا الكلام ده كله انا مش محتاجه هنا خلاص فهمناه على استخدمناه ورسمنا. يلا بينا نرسمه بكل دقه باللون الاسود مثلا. يلا تعالوا نشوف مع بعض. ادي الجراف اهو ادي المساله اهي مثلا اهي كده اهو مثلا نرسمها هنا اهي وادي دي كده. طبعا انت معاك ورق مربعات جميل جدا هيساعدك. يلا بينا عندنا 1 2 3 وواحد وناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ادي 1 ادي 2 ادي 3 وادي ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 جميل قوي. يلا بينا عندي الزيرو اهو ادي هنا 1 2 3 ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 وهنا زيرو خلاص. طيب عندي الزيرو 1 اهو. طب عندي الواحد 2 عندي الواحد 2 هطلع 2. طيب هنا 2 هنا 1 وهنا 2. طيب عندي الاثنين 4 ادي هنا 2 3 4 عندي 3 8 اهي حلو كده. طب عندي ناقص 1 نص ناقص 1 نص اهو عندي ناقص 2 ربع عندي ناقص 3 تم يعني حاجه ايه مفيش. طب حلو قوي فين الكيرف؟ هرسمه باللون الاسود ده 2 اس اكس اهو ده اللي هو 2 اس اكس شايفين بقى ازاي اهو ده 2 اس اكس اهو بس هو مش عايز 2 اس اكس هو عايز استخدمه لرسم ايه الجزء ايه في رسم اف كابيتال اوف اكس اللي هي 2 اس اكس بس هنا ناقص 3 ناقص 3 يعني الكيرف كله ينزل 3. طب لو قال لك زائد 3 تطلع بيه 3 يعني ايه ناقص 3؟ يعني النقطة دي تنزل 3 خطوات نفس النقطة اهي هتنزل 1 2 3 تبقى النقطة دي هنا. طيب دي هتنزل 3 ادي 1 2 اهي هتبقى 3 تبقى هنا. طب النقطة دي 1 هتنزل 1 2 3 هتبقى هنا اهو وهكذا هيجيب لك الكيرف ده اهو بس فهمت وهكذا كله ينزل كده بس ادي كده ناقص 3.
طب لو قالك 2 اس اكس ناقص 3 الباور، خلي بالك 2 اس اكس ناقص 3 هنا بقى دي معناها اف اوف اكس ناقص 3 هتمشي كيرف ثلاث خطوات يمين. يعني ازاي؟ بص بقى همهج باللون الاخضر، يعني هتمشي كده. همسح بس الجزء ده عشان ايه تشوفه الجزء بي بقى ده كده الجزء بي خلاص. يلا همشي بقى ثلاث خطوات يمين 3 يونتس تو ذا رايت. لو كانت هنا زائد 3 تمشي ثلاث خطوات للايه؟ لليسار. خلاص؟ يبقى هنا بقى خلاص احنا عرفنا زي اول جزء خلاص نزلنا بيه خلاص. كل واحد ينزل ثلاث خطوات ثلاث خطوات ماشي، هينزل من هنا كل واحد ينزل ثلاث خطوات 1 2 3 يبقى هي تبدا كده وينزل خلاص اتفقناها اللي هي الاولانيه اللي هي الاولانيه. كل نقطة تنزل ثلاثة، دي تنزل ثلاثة، وهكذا دي تنزل ثلاثة، كل واحدة تنزل ثلاثة وترسم الكيرف الجديد. طب خلاص نمسحها عشان ما تغلطناش الدنيا، كده جزء إيه؟ الجزء إيه بي بقى؟ ها؟ 2 أس إكس ناقص 3 اللي هي الجي، هتمشي إزاي؟ هتمشي بالنقطة دي ثلاث خطوات، أهي، أدي 1 2 3 تبقى هنا. طب النقطة دي هتيجي هنا 1 2 3، ثلاث خطوات يمين، هنا هتبقى 1 ماشي، أهي النقطة دي تبقى هنا 1 2 3 وهكذا. ويبقى الكيرف يبقى دي هنا واحده وهنا دي واحده وهنا دي واحده، شايفين ازاي؟ وهكذا. فاهمين وفاكرين فاهمين الفكره؟ 1 2 3 كله بيمشي 3 وهنا دي 1 2 3 ويبقى جاي الكيرف كده. طبعا هنا وهنا دي 1 2 3 اهي ماشي، وهنا دي 1 1 2 3 هيبقى جاي كده وهكذا. بس توصل النقط وتعمل بس كده ماشي يا ابطال. فهمنا بقى الفرق بين ناقص 3 هنا تحت وهنا، هنا بتنزل بالكيرف ثلاث خطوات لتحت، هنا في الباور معناها لا، معناها تمشي كده بالناقص تمشي يمين زائد تمشي شمال بس كده. اوكي يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا سيكشن 4.2 اكزامبلز 1 و 2 3 اكسبوننشال فانكشنز. فهمنا البروبرتي بتاعتها، موضوع سهل، اي حاجه مش واضحه تواصل معايا على الخاص، عندكم التليفونات موجوده هنا برضو تقدروا تتواصلوا معايا على الواتساب ونشوف اللي انتوا عايزينه كله. اوكي الله يعطيكم العافيه.